الاستفتاء في مختلف ولايات الجمهورية. تسويت باش نمشيو إلى ولاية المنستير، معنا بالتليفون السيد بليغ قاسم رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية المنستير. سي بليغ قاسم، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. يعطيك الصحة، بارك الله فيك ومرحبا بكم. يعيشك، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سي بليغ، لو كان تعطينا فكرة على سير عملية الاستفتاء إلى حدود هذه الساعة، وكيفاش تمت العملية منذ الصباح، وهل هناك بعض الإشكاليات أو الإخلالات اللي تم رصدها منذ الصباح؟ يعطيك الصحة بارك الله فيك. عملية متاع بدأت بتوزيع المعدات الانتخابية اللي تواصلت من العشية حتى الساعة مبكرة من الصباح. حد المطلقة متاع الصباح وصلت المواد الانتخابية إلى الشراحيل من معتمدية مكنين، وتمت جميع المواد الانتخابية باتت في المكاتب الاقتراع متاعها وفي المراكز الاقتراع، وتم افتتاح العملية في الوقت المحدد لذلك. تم تنظيم المواد الانتخابية من 5 صباحا، انطلقت العملية على الساعة 6 لكافة الناخبين. ما سجلناش الحقيقة خروقات أو كذا، سجلنا بعض الغيابات وإحنا قاعدين نعوضوا فيها من القائمة الاحتياطية، وما وصلناش كونه معناها فما مكتب ما خدمش ولا حاجة، بالمينيموم قاعدين يخدموا وقاعدين نعوضوا باش ينجموا يرتاحوا شوية، وما خاطر الوقت ما هو من 6 متاع الصباح حتى للعشرة متاع الليل المحلول للناخبين، ما هو من قبل. بالنسبة للإقبال على الانتخاب، لاحظنا من الأول الصباح نسبة بدأت بشوية ضئيلة وضعيفة شوية، بشوية بشوية بدأت تتحسن، وتوا ولا فما إقبال باهي على كامل مكاتب الاقتراع. في حدود قديش سي بليغ نسبة المشاركة في الاستفتاء؟ نسبة المشاركة قربت لل 13-14%. 13-14%، هذا إلى حدود أي توقيت؟ نص نهار، ماضي ساعة؟ إلى حدود توا ماضي ساعة. إلى حدود ماضي ساعة 13% أو 14% في ولاية المنستير نسبة المشاركة في الاستفتاء، فمش بعض الإشكاليات الأخرى مثلا؟ لاحظنا جست كونوا المراقبين الملاحظين وممثلين القائمات معنا عدد ضئيل جدا. أغلبية المكاتب الاقتراع ما فيهاش تواجد الحقيقة، معنا كوزان عمل دورة وبيدي نطلع على مكاتب الاقتراع وعلى مختلف المراكز، فما يما عزوف يما مش عارف. بالنسبة للممثلين القائمات وبالنسبة للملاحظين من الصحافة ومن من المجتمع المدني ومن المنظمات موجودين، يعني متواجدين؟ لا، ضعف. ضعيف نسبة قليلة قليلة، ممكن تنهز واحد في كل مركز اقتراع. بالنسبة لبقية الإشكاليات اللي تنجم تواجه عدد من الناخبين، فماش بعض الإشكاليات في هذا الخصوص؟ شكون مشي المركز اقتراع ما لقاش اسمه ولا غلط في المركز؟ جاونا حتى المقر الهيئة لهنا، شكون يقول لك لا هك حاولتوني حطيتوني بلاصة معينة، يا ودي كيفاش نجيو نثبتوا نعملوا نجمة 195 نلقاه يا اما غلط في إدخال رقم بطاقة التعريف، يا اما هو ما حينش مشى في باله حين ومنظومة معناها، وجاء كما جانا شكون على اساس البرة هو ما كان في باله حين، قلنا له جربتش بال195 بعد ما حينت ما جربتش، دونك عمليه التحيين ما تمتش، هو مشى في باله كونه تم. ما ينجم يثبت من روحه ويندرى صحيح تمت العمليه ولا لا الا بعد ما يعمل نجمه 195 نجمه رقم تقريبي ديال هذا. ما فيما يخص التشكيات اللي وصلتنا الحقيقه، اما ما فماش شكون فما شكون اليوم اللي يحب يعمل تحيين اصلا في يوم الانتخاب ويحب يعمل تحيين. واضح سي بليغ قاسم، مشكور جدا على مدنا بكل هذه التفاصيل، بارك الله فيك عايشك. بخصوص سير عملية الاستفتاء في ولاية المنستير، كان معنا سي بليغ قاسم رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية المنستير. بعد شوية نكون متواجدين في منطقة أخرى لرصد سير عملية الاستفتاء على إذاعة الحياة فام.